بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيل وبغ اللحدنيو لبات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الحج باسوس عذي، باب جواز العمرة في أشهر الحج. حبابي هاي عمرة إن برنانت هاي بلا حج صدح ذاه بشا شوال أما صنفر لويقان أما شوال هي بشا ذي القعدة سيدة تالا أوتقانان إيو بشا عرفة ذي الحجة الليلة بلاهاس إلا عمر إثنان إبرنان تهي. وحدثني محمد حاتم قال حدثنا بهز بن أسد العمي حدثنا وهيب يعني بن خالد الباهلي حدثنا عبد الله بن طاوس ابن كيسان اليماني عن أبي طاوس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا وحياها ينجاهلية دي تدكي كفار قريش يا عربت في الجاهلية يرون كوي قبو اعتقاد سنبي أهايين أن العمرة عمريسه في أشهر الحج بلها حج كلا عمريسته من أفجر الفجور حمان تأحن وي حمان يحرق قالوا لقو يمتك أغو أدق وي يقبين في الأرض أدون كلا قلو أفجر الفجور في الأرض معصية يدن بي حمان تأغو وي يقول لك السماء يوم حي وحيد هذا وإن هذا عمره يسطو بلها حجك وركاس إليه بعد وتشريع عودي وتحكم من غير الدليل إن هذا وحن ما بنانه أما هو الدنبي أما هو لسكوع قابية أما هو لبات كاكل ما يسأدون أما آخره الدنبي اللي قاعد يقوه إجرام الشيء ومسألة شرعية إجرام الشيء شيء إن دنبي اللي قاعد يقوه او ادمها اللي خلط بي قالين اما خلط ما يسن قالين شيء الا الدنبي ومساله الهي اوليه سبحانه وتعالى وخصائص رب العالمين. اذن ادمها دو شيكتو ولو قالوا بيا وشرك الدين كان لقى قبحا هيا هاي نوكو قراي نجا دساتيرتي صوماليا كي اللي حدن كل قري اللي قاعد نعدي كي لحن صدح هذا لقوا عليه كي تضواتن يسقال كي كوا هديال سو كحي كل جود محايدين كقرن لا عقوبة إلا بقانون لا عقوبة إلا بقانون وحل سكوع عقاب كرو أما الدم بالقرد كرو مشروع قانون كوسن حذينن ودين تي كفار قريش تأجدا كوا كين يضح جوكتان معه قرن دستور قانون باو قرن نيك قال لي الدنبي وقال لي ومجرم عقوبة سمودين هاي محكمة ميسكو كو قراعي ولو قد قيسان لو يربك ودودي دولة حريرية ودودي ويسعون باشا ويسعون كدمنا حكم باكو قدعي حبسها الله تحابو انتاسو سنط بار الحكومي قناحا سال الحكومي شقضا سال الحكومي إذن نفس الشيء يا يعني بين لدين شيء ما عيال وكل الدنيا الدونك نظام كجرا واحد دولة الشيكتون ما أنت شرعي إلهي قرنا قم هيا أما كتاب ربي قرنا قم هيا أما حتى قرنا قم هيا قال لدي توراتكم قرنا قم هيا يهود جوز اشتيت كم قرنا قم هيا تورات هو يهود تل أبيب فرديا جوز اشتيت قالت له هذا أبدا نصارى إنجيل كم قرنا قم هيا إنجيشي يو تورات حيقون كويهين كان يسده هي جوغان سيدنا يقول هذه الدين تنو جوكتو مساجد بس بيوس كمال بينو جوكان حق حكم كما كان ليدا حق حكم كما كان ليدا دادك إسلام كشيكتو يقوى قالة دابا بيوس كمال بينو جوكان دستور كالله وضا قرطي بالغو رقم ما وحي دنبي وكاديقا دنبيا وحس دنبي كاديقنا دنبي ما لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون قانون كيادة شيئي فجستيال قال أسود جي كدب إنكو وانسون من قرساني إذن كرين يروي حق بوري بخاصة دايسان واقع عبد الله يوسف يعيدن كسي لسوك حيية ماشن دوفار إلا كان زوكارن ميسان قانون كان هذا الصومالية كتشرة إيه لسومري شريف شاه أحمد إيه لسومري فرماتشو إيه لسومري حسن قرقرتي قولي هوي ويدب سان قرقرتي ما كان جي حسن شاه محمد باني ديري دمالة حسن شيخ محمود إلاكو هذا شوامع قانونك حق اللي قدتي هل كان لقو قرين من هندية أو قالاء إيو عدام با دياري قل يوم مصاري والله كيني والله يقانا نمن أبوانو الصوماليين
أريب حين تلو دي بيحط نوال لوجيا مركز نمان علماء يعقال يندرج له كده ده هيا سوماليا شرع الدين بالقوم معمولة دستور كانوا قانون كان حوا فقسي هاي شريعة إسكالالية شريعة شو مركوا فقسي وين المركز القرى هي أي قرآن علماء وين قرط الدين تتقان مركز لي وحن وممنوع يوحن ودمر اللي يده الله قره مشان الله قد قال الله يري الله يري رسول كسيبا يري بخاري بيكوت الله مسلم بيكوت الله كتاب ربي آيات سورة كوبات سورة اللباتنات آيات بقولي أفراد وين اللي يده لكن أنك هذا أنت مفريس أن حير قرانه وحير كيسكي ووافقه حكم شرعي كقران حير كان مشان الله قره ولقاله بهايا وإن وافق كتاب الله 100% اسكو هذا كتاب الرب بقولك بقول هذا وافق ولو قالوا به لأنه لو مد جنين إيه ألا يري محلو دجي أنك حكم كإسكالي برلمان كحكم كإسكالي آية ختلت أنك إسكالي أنك وحنا قد سنين أنك عم سنين لولا أبي يقول ما يؤنوا وافقه قارون كفرنسيغا فرانسيسكو واجد دمبو قرت بقول كيف اللحظة وحوافق سيها فقية مالكية ذا لأنه نمن تاريخ لأم الدين لما يسأل فرانسيسكو حمي قري الثورة الفرنسية وقانونا هذا لقى سوقات بضن كودة قرن إيزا هذا مركز الله في ريو الله بني فق المالكي الفق المالكي يا قانون كفرانسيسكو حيث وافق سيها بقول كيف اللحظة وذا كل دومي نبقى أفر مجدد وكقراء المقارنات التشريعية اللي ده ومطبوع كتاب لكن أسوق بقول كي باللحذن وافق سنك فق المالكية نينك قاتل كل رقم وقال كافر بالله العظيم لأن لو مدت جنين حكمك يقضبك حرمك ليه هاي مصدرك يعد أود السينيس حكمك حكمك ليه هاي الله قاتل إن الحكم إلا لله وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله وأن يحكم بينه بما أنزل الله أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إسكي أقاد هذا الشيء بذار السبب يكون قشابة دهن رياف قاب إسكي إلى لي يبين لي دين شيء أنا إذا هدان قانون قرأ أنا كسوك أنا أقرأ وإلهي حكم كيس وحونا قداسة يو حرمة يقدرين يا أود يباور حكم كوه لي إنه الليلي رسولك الجدي بكل اللي أنا أقرن ولو قالوا بي ما يوالف في ري وحوافق سيا وضب ومن قام نم وضفار نم والدين الآن وأمد الله السر هايوي ورنيك قري مرك قري محو قري هي وحو قري أمد إلا وقف قريب الدين كذا أقول له ما قري وجدير الله قري محي هاي أمد الدين كذا إلا وقف قريب ما تمس ما أديك مرك الدبالي ما تكاد هذا كور ما يدين شيء وهذا دوه بقول كيف سيدت الدبالي وبدين هذا كور ما يدين شيء مت كمل لقبا وهاي سوى حوالها فكية مقشوا يجوزها إبر كردكتة أرجع فكية مال كفنا وهاي بدوكسية قرآن كي يسقولها للجين شري لكن إنك درع عن رياض كحوالها رقة السوتشي إذا إفر فرعون إجنتما هي الدنيا لو إنه رقة لو دين شري مت كلا أركي إنه وحقة منين دكسيه دمبس قال لجين شري سو قوم مكعال كدن عجيدي وكوينان عليه سو قدادين بوشاخ كن نغن هيا هدو مرك كتلن هيا آياتين كأمد كتلن هيا حقي ما حقي جوغا اسكي إلالي بنت يا الليدين شيغي بنت يا الليدين شيغي ووركو قريشيد وحيكو لي ننك عمره يستبيلها حاجك هي وأفجر فاجر فراد حقي كتالا ايقا ديجست أفجر فاجر في الأدب كله نيك ما أنت إلى الصومالي وضم باكدح والدنيات ويقشين نيك ما أنت إلى لكن نين كان مسلم أين صومالي معها مع الذين وأفجر فاجر في الأرض ومدك لجبني يعني إسكي إلى لي وحين الدم بالنقوني إنه سنقوني وحلقة قضاء حاسكاله رب العالمين قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون
نين والبو شيغان وا ممنوع يرادا اما وا لو اوغل ياهي اما وا لما اوغلو وان ربيي كسو قادني وا مخاي وا مفتر على الله الهي بكبنا بورت وانا مشرك ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما اسك الى لي هوشا بين يدين شيغي ورك قريشيد وي كل مغعون باس بدلي وجيدا استبدلي قال لما كل بكبا سو قادي مغع با لو بخن لكن حقيقته اسم بدل يسوع شيخ الشرعي يا قانون كي الدستور كنا الله دجيه إنه هذا مخلوق دجيم يوقف سما هدي الله لقى قاتنا وإيمان يسلانم يكو جنة قال هدي أحد كان لقى قاتنا وقال لهم وحدو تنكو شيخ بقول كي بقول شريعة هوا وافقه يوسن وافق وحن هول نوتا لما حن لا يا دجيه الله يا رسول كسبا اسكلها إن أيو إلى هما وسقاتين ها وما بتقانن يقول ما فوق ذنيس يا حكم الله الشيخ وسوقات ها علوم يا قانا لا ربا إن سوقات الدوكا إله سبحانه وتعالى أنبياء قل بالله علومه نبي آدم بالغ بالله وحاله ختمي نبي محمد الدنيا الله إسكالي ألا له الخلق ها والأمر تلاذ اللقوم ما ملأ الدوكا هذا يقدر يكون تاي هذا الشرعي الديني تاي الله إسكالي أم كان الله إسكالي أسقى أورتي شرعي اللغم مامول الهانا أسقى سرع شيء شرعي كانوا حكاها لين علمي يا أنبياء رسول باكاها لين فجستي الحقيقية ما دين استاكو كاتا يونا قول نسير لو سقاط أم الله ظهر قات بقول صنع محايد هور لقي كو إدين كدين حن إدين كدين تلس بريشة كدين إذا دون هالكاون أخذ بين هيان وقرآن كو آخرين هيان كيد انتنا أي أحبالها هيان مدي كتو كذا مدي طفية تحيل القوة ذا وحكا لما محاكي يعني أي شيء نبي عمرك حجبت عليه الصلاة والسلام وش يا مسلمين توقفت مسلمين تنكو أقو أقام بدنا إلهنا أقو دواء مسلمين تنكو أقو أقام بدنا إلهنا أقو دواء لنا أقو شعلا أي أوش اللو دي بواء أبو بكر الصديق ساسا لدوني كأنه أقو فاجر سنة أنه أقو دين حن با قبيل قصود دورا ماشا لقيني مع السلام هدونا برلمان كالوله إلهي يرير ومضح كسكوسا وبرلمان كسكو هذا حق إلهي بيحكو قاتين إن بدون إن كمدنا وقصع بيسين نوال بق لقطة ماشو ديها يسكوه بصدو الدون كنت اللي جوه قبيل ما اللي إذن جين ما هيو قبيل ما اللي إذن جين ميسو وحتى غير إيسان وحضو هيل ليسان وحضو حنبار ليسان اسكفيرية اسكوه بصدو وحير بادون كل جوغي ويجعلون وحي كدق المحرم بش زكانا وسنه كبل لودانا سفرا سفر بكدق جري ساسي كدغايا لحين وحي ليين بلاهن سو حجني وبشي شوال يا سيده تالي يعرفوا نقد كانغ يهولها سفر كانغ محرم باغليس محرم وحي كدغن تها يدنا بلي حج كترسنتاي دي طبعا محرم ومن اشهر الحج طيب أفرطا بالمكر دمادان أو سفر قشو أمبالا سوء مريسن كلا وحانا قدام بسي سعودي سوء سعود وحانا قدام بسي نابا يدين أفر بلوت شوالي ذي القعدي ذي الحج إيو محرم طيب ويجعلون وحي كدق المحرم أنا سفرا بي كدق جري محرم بي دبور رايان سفر ميشي سي وحي كدق هايان ويهاي محرم بي جينيان محرم بيجيني يعني محرم تي كحكت ذي الحجانة محرم وما إنما النسيو زيادة في الكفر حيال المحديدين أفر بلوض وحرملة ها إن إذا كيح ستك يا ضايا أفر بلوض وحرملة أفر تبلوض وحرملة ما غيها هاي ثلاثة سرد واحد فرد صدق عليه حديدي رجل حقيقي جيسي بلا حرم ما أفر بمسوى صدح إيه شيء يرجو قونية محاشي والمرك أقصو درتين أشهر الحج إيه أشهر الحرم هاسكو خلدنا طيب ذي القعدة هي ذي الحجة هي محرم أفرتها بلوط بيكب إسكر رعام بيكب إلا شوال لا أشهر الحج بيكو جرتها أفرتها إلا إسكر رعام بيديدين مركب محرم دي بيقول رايان حقيقي هيان
بوشك السفر سفر بوحيوت هاي محرم محرم ايش يدنا سفر بها كجرت هاو شاس يوتا ويقول وحيورن هيا إذا برأ مركو بكسد الدبر بعد انتم ما كيد بكسد أما مرحتانك أمر حريتوك لتوك مكا لصور الرأي القصو صفرو كبالكي عينكي مراقي بايد يحرن بابقيني وبحا هيا ومرحا هيا دوبكي سيبا مرحي دوكورتي با مرحي إذا هو إنه رتيق بوكسي إنه رتيق لغو حجيي مركي لسوء عليو وإنه بوكسي بوكتو توين إذا برأ مركو بوكسي الدبر الدبر إذا واد سجعي بيكوا ما يكون استاقها يعني جرحي داوعي مركو بوكسي وعفا أوتر ترمو الأثر رادك لغو صفري حجاتي صفرت رادك ودي أورتي يجيلي رادكي سي سيسعي سيسعي وإنه روك كدقو ضبايش مرتو تر ترمو قول له إلا يهرت حجبة وانسلخ سفر سفرنا ودماده سفرنا ماشي وكبحوا حلت العمره سفر كاكيوي ومحرم هذا الله سعوده سفر كدمانه ومحرم وانسلخ سفر سفرنا ودماده حلت العمره لمن اعتمر بيدين عمره وبناته انك عمريست يا اذن شيخي الله اذن لكم ام على الله تفترون اتقولون على الله ما لا تعلمون فقدم النبي نبي قال صلى الله عليه وسلم واصحابه يا صحابتي صبيحه رابعه ارورتي افراد احد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق انه اها نبي عليه الصلاه والسلام مال سبت وبشد القعده اي كدمنت هي شمبري شمبري كدمنت هي وحقا كصبح يوم مدينه كصبح ذي القعده وهي كدماتي 29 وهي تومنتي 29 بهي كدماتي تحقيقي ابن رجب يذكر راعي عفوا ابن القيم ابن تيميه حافظ ابن حجر يذكر راعي بايدين شيقي احاديثنا اي كعد هاي مكلا اوروري بشد القعدون لباطن شمبري كد منتاي شمبري كد منتاي مالين سبت اي النبي كسو بحي مدينه وحصوك علي مكي يمد ارور احداد بو يمد ومركا بشد للحجة اي تاي افر اي تاي للحجة افر اي تاي بوصوك علي دي الحجينا وحي بلاتي خميس ببلاتي كخميس كخميس وازيدين بيش السقال كده جمعان النبي وحو تاقنا عرفوا تاقنا سيداوي هاو شو بالقول شيء قايا مهلين ايقو صوحي داي وحن قصوا مرة ابو داود وعفى الاثر ماشي وحن قصوا مرة وعفى الوبر وعفى الوبر لقرتو اي قيل اي بحضه قيل اللي قصوا صفري حرقوا هيريدوا قيسي امر حي اي دورتو كدادت دورتنا وبخدو دور وبخيو بار وبخيو وبر صبيحه الرابعه كن سغال بقول سديت تطلب الرقم حديث ابن عباس هوش ادو عدي كجرا في سنن ابي داود كثيرين كرتا فامر النبي وحو محلين انغ سو خيرناي بان سو غلي بد ارورتاس بالحج حج سو خيرناي فامر النبي وحو فر صحابدي ان يجعلوها اني كدغان حجدودي عمره ابدلان فتعاظم وحول ذلك أرنك بدلك عندهم عند المسلمين صحابة هو شهد وحي قانين ما وكل عصوب تاي حاجة النبي لسه حاجة كان وجوه الرئية هو شارك الجرين وحوها إن بلاها حجك أن لعمر يسنن حجك أدواتين المدينة كلت مادين عمره أبدلا كدبنا لما يعمر هو شهد هدو بعد حجين دون ذنب الوجود فقالوا وحيدا يا رسول الله أي الحل حلال وجين حلال وناه قال بحور الحل كله حلال وما يستنى حلال وبا هل قو حكم وقت لقى فهم آية من باب الإشارة والمفهوم إن يقانين حل أن ما يسترين إيوه حلال وما يستنى إنه كلا جرو التحلل الأول يا التحلل الثاني إن يقرن إيه وحيد أي الحل الحل كله من بقول ما أكياف قاي وأسوق بوحة ويقانين في الجاهلية التحلل الأول التحلل الثاني ويكل يقانين حجكو أعماش هي آدو إلى أيام بكتري وهي آدو دورين وحيابهم بها كخربينه حدثنا الناس من علي الجهض من قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أيوب السختيان عن أبي العلية البراء براء وحلو بحي اللي بكو قرج ننك براء هو ننك قر اللي بك أما قمون كصمية وحفي قال لي هذا يا فلارة أنه سمع من عباس بن مقلي مركة أبي العلية البراء وحمد طابعين يا طاوس بن كيسان
يقول أسول أهل رسول الله رسولك لبا حصوحد بالحج حجب صوحد فقدم وحصوق للمكة لأربع مضين من ذي الحج أيوة أفر مال المتقين بشد الحج فصلى الصبح صبح بنت كذي ومكة كنت دوليت كذا وقال وحول لما صلى الصبح صبح مر كنت كذي من شاء يجعلها صرف مكم مرأي النبي أسود وادهو ننك الدورين وكردقوا حجدي سعمرة وكردقوا فليجعلها عمرتنا كردقوا من شاء الله مركزا بوا تخيير كوارد ما ذاو كنبقوا جزميي لكي مكي مادين وكي ابن عروح روين وكيد هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أسقى جديي صحابة أنا أمري إن عمريستان هي في أشهر الحج وحب دلي كرانا مجرو دود سؤال كاسي كسعوتا وحدثنا إبراهيم بن الدينار حدثنا روح من عبادة وحدثنا أبو داود المباركي المباركي عفوا مقعي سوين محمد بالي هذا حدثنا أبو شهاب حدثنا محمد مثنى حدثنا يحيى بن كثير كلهم جماعة عدس وروح ينكل يا أبو شهاب يحيى بن كثير كلهم عن شعبة كورنا يصدح ضوضبة في هذا الإسناد شعبة وتمر يزين شعبة عن أيوب عن أبي العاية البراء عن عباس أما روح سو صوماءها ويحيى بن كثير لبذا وذات فقال وحيدا كما قال النصر نصر بن علي جهض من سدوى سوى حديثه أشيغي بي أشيغين وأها أهل رسول الله بالحج نبي محمد الحج بصوح دي بيدا لبدا وذات وأما أبو شهاب أسوك صوماءها ففي رواية وحا كجرة خرجنا مع رسول الله رسول كبان الله صبحنا نهل أنه حيرنا بالحج حج كل واقين لبيك اللهم حجة له وفي حديثهم جميعا صدح الله سكوت دري من حاكوي أبو شهاب ينكل يحن كثير روح بقى فصلى الصبح بالبطحاء دحدي بكت كذي بطحاء مكة أيو كت كذي خال الجهضمية وحن كأهين جهضمي أن كأهين ونسمع على الجهض أسوه سكر وكور شو حور فإنه لم يقول موسى شيء لفظ قاء فصلى الصبح بالبطحاء أنت موسى شيء وحدثنا هارون عبد الله الحمال قال حدثنا محمد من فضل السدوسي عارم بالويق أنا مجع عيسى أما لقب كيسى حدثنا وهيب بن خالد أخبرنا أيوب عن أبي العيات البراع من عباس قال قدم النبي وأصحابه نبي محمد يا أصحاب تسيبها صوغة لما كان لأربع أفر بيكسوا قال خلونا التقي من العشر طبان كذي الحجة كالتقي ذي الحجة أفر مريس وهم يلبون بالحج أيها حج لبيسنا حج وطن عمره ودنين فأمروا النبي وحو أمر أن يجعلوها حجة إني كردقا حج كذي عمرة أبدلا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العلية البراع بن عباس قال صلى متابعات أبو بدر يا مسلم حديثك ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح نبي الصبح كنت كذا بدي طوى ماشي الليل هذا وهو هذه المكة أدو وبضحك كرية صلى الصبح النبي الصبح كنت كذا بدي طوى ماشي الليل هذا وهذه كرية ما كنتش هذا وان كان ديرين وقدم لأربع مضينا من ذي الحجة وحونا ما كسوق قال أيوة أفر مع الموت أي تكتا أيوة أفر مع أي تكتا ذي الحجة أي كتكتا وأمر أصحابه وحونا بقى أصحاب سفر أن يحولوا إنه يبدلان إحرامهم حج كودي إحرام كودي بعمرة كبدلان إلا من كان معه الهدي نك حوله وذي مويه وحدثنا محمد مثنى والبشار قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعبة وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له لفظ كان شيق دون مرهنا اسكا اسكالي حدثنا ابي ابينا ومعاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبه عن الحكم بن عتيبه الفقيه وجد عن مجاهد بن جبر المكي عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمره هذه تنتنا وعمره عمروي استمتعنا بها ان كنا صني انت عملك لليمي قول لقتي اي حج لوسوغا هيا سفر لبادنا كان غاب هروي إلا هذا الله وقر سوك على سفرته ومر حج أسو سفرته مرنا أضع عمره أسو سفرته عليس يدباتك وقلنا قل الله لبا سفر لبا خرش هنا وامح لكن وعمره لقلنا استيو أن لو سفرين حجا اللي قسوك هايو فمن لم يكن عنده الهدي إن كان هدي ودين نبي واحكم وعمره الورك النجوجية حج إن عمره النقضي سي أوتوماتيكا فمن لم يكن عنده الهدي لأنه محايا إلى شرعك إسكالة تحكمك شرعك إسكالة إن الله يحكم ما يريد إلهي سلطانه ومصلحة أي كجرتي عدل ويرحمده يحكمي إلهي يتحكم بمحض المشيئة والإرادة أشاعرية جهمية قبطا ما قبنا أنه إلهي هو حكيم عادل عليم شيء والبن وحوديك هيا مش مناسب كوي هاي لكن أضغو ما دام مصلحة الرب جاي يحكم إن بطن هذا فهمي كرين وإن لغو أمره إلهي بقرن ما يسيدي إن الله يعلم
وأنتم لا تعلمون عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. إذن إن الله يحكم ما يريد وي نبي حور وركنا كبحة عمر دائي حجكي وعمر با فليحل الحل كله إن كان هدي ودينها حلال وبحلال ورمى استران فإن العمرة عمرتي قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة حجكي قدق شيء إلى أدونك لقر رقيان ليلي وخيار كنا بكحران ما حجكي قدق شيء إلى أدونك لقر رقيان. حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران نصر بن عمران بل إنك تابعك قال حور تابعك تمتعت وان نصطو وان صو عمره يستيبون تمتع بان كسو حجيي عمران لا يمد في أشهر الحج كدب بن حج بن سقي فنهاني الناس عن ذلك ضد بارن كايقرب يقون صدي او يلي واي واسدي علق عمره يسانيس سو بيلي حج كلا مجهو فأتيت ابن عباس بن أتقي ابن عباس بن أتقي عبد الله فسألت عن ذلك الرجال سان ويديه فأمرني بها وإفري مع ابن عباس بوش اللوي ما دهوش وكنت قال لهم هي وبحاجة صوت دونتي وهي وبحاجة صوت دونتي معول المصاص يقول ها عمر يسوع كبح وركودي. قال عور ثم انطلقت إلى البيت بيت الله الحرام بن آذي فنمت وانسح ذي بوري بيت كله بن آذي وان طواف في مركز انسح ذي فآتاني آت منام بلغيمت فآتاني وحييمت آت كو إمانا في منام هرد ذيدي أنا وشيفا يا بلغيمت وان ريوضي فقال وحور إنك إيمت إن آتك هاي ريادة إيوذي عمرة متقبلة وحج مبرور عمرة متقبلة وحج مبرور عمرة لا أقبلي با الله تيمت إي حج بركيسان أو خير قبه. قال أبو جمرة الضبع نصر بن عمران فأتيت ابن عباس بن أتقي فأخبرته عن أشيقي بالذي رأيتك أن قري وذا من أشيقي فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم وإس دونتها دي وإس كين طيبة قري صالح قري وذي منام خير قبه كيسو في ذا ما يحوله كل عجرين الناس كوكا قمجرين ما كان كوك موي يا زوج كان كوك موي انتو اللي جا معها قال عليها بالاركض ويودات طيب وحي كل عام انتو اللي جا هاي انكار قمنيز وقال عليها ارك عمرة وهي متقبلة لا اقبلي وحج مبرور هذا البخاري وحكيمة متعة متقبلة متعة متقبلة الرواية ده في عام في صحيح البخاري ارن كان مركو حوها ودعي خلافة دي عبد الله بن الزبير مك عبد الله بن الزبير وحجاز كتلين هي إلى يمن قيب كم ذا إلى مصر وكتلين هي وي ابن عباس ياسو مركان ويسكو دعسيني عبد الله بن الزبير وحديدين هي التمتع في أشهر الحج العمر في أشهر ممنوع بوتاغين وأنك حالي سومري ابن عباس وسنة طب القاسم بوتاغين هاوش اللي يسكو هي رياض خير كاين محي وافق ذي تي ابن عباس وتكبر سمر فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر سنة هذه وامحي وسنة أبو القاسم سنة النبي الله محمد أبو القاسم قاسم ويلك نبي محمد يقولون نبي يقولون كن يجي هذه سنة القاسم رواية البخاري كن لحب قول كن شنب قول لحب ذني تطوب كفيرية عمدها تقوم مرتين انت كمود ابن عباس فقال لي أقم عندي حر أبو جمرو صفر بانهاي هرت وحير جوكبور نصو حوالا إيم مقاني أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي بوري فانكو أبا القدها يا الرياضة والرياسة على الماء والريوح قيل لنقب بحياء مركا نقوب ورسوكها بحين حولها يقام وحكاسين هياي شعبة وحور فقلت وحانكو أولي نك اللي هذا أبا جمرة الضبع يتابعك لما قال ذلك فقال للرؤية التي رأيت بوري رؤية أنا أركدرت يدبو أبا القدي سينية يعني حجك يجي عمرة مكة مرة كلا قليل إلى إيجر جاري إلى يروها عمرة متقبلة وحج مبرور وكنت أكبر صدي وحكو جرى حديث كفوائد دورة هذا قيمة حديث كان ضمير ابن عباس فإذا كبر حكم إذا ننكي قفك مسلم كافر حيا يوحد كفر حلو وناسا كوش جا إن له أبال كده واصلنا على كفر حيا كجرى عمر ابن عباس هذا قاق تبينه وناكسن بانكوسينه حلو الله يا بي رم مكان الله يا بي موسية تابعك بوحول قوي
للرؤية التي رأي للرؤية التي رآها عفوا. إذن المسرة وحات كوب فرح هذا أو مسرة أو خيرا إنك كوشيغا إن لو أبا القدوء الله كرامية الله حرمية حديثك كجيرا وقضب قضب كاللباد كجيرا وعوي إنك عالمك أصنع إنه كفرحه أو كوب بيرقه أو كوبة أو رياء كجيرتا مركو حق وافقه. من عباس محبوب تكبير صدي عمر قامي عمر قامي إنه رياض أي شيكتي إنه أصو قرلي هاي رجع هيستي أصحاب في سانة أي كجر درين مركز إنك عالم كم مجتهد كأو كفر حه وافقه ده حق وافقه وكلها في صدايده وكتر تاع وحق له كجرا سنة عان كأيده سومالي ما تقانه ركوست جاي يقانه إذا ما تقانه أنا آه وحبه الغفر حي خير كان مركز سوق ولا إلا تكبير صدق بوكجي ذي تكبير بوكجي ذا من عباس الله أكبر الله أكبر بوكجي سحابون ويا قانين مسلمين تجدي نبي جد عليه الصلاة والسلام لكن سمالي والرمية أولا قرن مايا رمية الكوية قانا ركوز تكتوحي رهدو يسكوها قاقو بسيادة كانوا حكاد عاية تكبير باس حريس تكبير باس حريس وحاكلوا كجر حديث كل قفة إذي سريا ومهم جدا ومسألة أفراد إن لو هشدو ريوين كواناكسن أهلنا يا الأدلة الشرعية إن لو هشدو لما غرتك شدو قرب لقدر قلت الرؤيا الصالحة إذا وافقت الدلائل الشرعية أفرت مسألة مهمة أي حديثك من عباس يكجر رؤيا أبا جمرة الضبعي. باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ري في عهد ولادك كو ريودو مركو كو يرتاي هاسك دقاق ان انتاد كحيسو كو فيها وشو انا كان سو شاينا دبل ما انا عو كفي قحوه كسو عبني هدي الحو جبك كوسن انا وحو في عهد ولادك سي سدا او و خولو غي نينكو نبي كو دعي ابن عباس عبد الله يا خولو بدون ايدن بخين كرين بو سي او لا ياب بل روايه وحي شيغيان مالنكا و ابن عباس لهابو نصي خولي سيبو نص الرباس نحلق مع القمين بوها انتاجر مع القمين وهوضن وها وحوالي كالباري ثلث بوسيون والرواية كال علمهم أوشا مهم جدا وي حفوظة يسننا. باب تقليد الهدي وإشعار عند الإحرام وحبابي هاي تقليد الهدي هدي حواليها أتصوك حيسي إذا ربتي أضحية أهان أما هدي أهان إن أدوك يسي بيت الله الحرام ويوم النحر آد قور على أمامك العمر رضا ما يسي آد قور عدو العمران ما كان رميو هدي قادو ودي عمره ودي وحلو قورع مروى لو قورع حوليه حج قادو ودينا يوم النحر من لو قورع ويكل دويني هدي كوسو يقول حرم كو دمت كو قورع دي كان ما كو دمت كو قورع. طيب عند المقدره ما كان لنا تقليد الهدي هدي لو كور خيرو اما جريه كور لو خيرو اما كبل لا لاادشو هلكا لقنت كور ايو كبا ايو جرا ايو حدق لو غناي استان يا علامات وينيف غير الربو اما لو ده الربو او كغا دوناادو حيوان كيكال حوليه كالي هدي قيلي هدي أقولمو قيلها قيل كان لا قرط على الربا علامة بالله سميري يو إشعاري إن الهلاكيو لا صاره إشعار قوام حي مشى ببعة كروس كبابع عيسى ودن كم بديجا أيا لقى شيء حيا توري مديئيو عبا لقول فريا ليك بكدري ليك جاس أمرك يا صار لقتري نبر كاسو حقي لك لغا غرني اشعار بليده وعلامتين اما استامين اما صمتين ومنه الشعار في الحرب تلك دغاله مركي كبقين اس غران واي اما عيدن كي عدو اسكو دحدر مدو مخلا سميا استاما لو سم هلكن لوو خيره اما مدخ اي كو خدان اما شعارك لوو قرا اما اري حاميم لا ينصرون اسكو افغرتان شعار بليده ومنه الشعائر معالم الاسلام معلو تقانا شعائر الاسلام باتدار استاما اسلام لوو غرت. حدثنا محمد المثنى والمشرق جميعا عن ابن ابي عدي محمد ابراهيم بن ابي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي حسان الاعرج واسمه مسلم بن عبد الله عن ابن عباس قال صلى رسول الله رسول كلاي باتوكاذي الظهر صلاة الظهر بكتوكاذي بذي الحليفة بكتوكاذي وكنا نقول مدينة قصه بحي وهابين اوبريي ذي الحليفة يطور كتوكاذي ثم دعا وحنا نقول عطين ويري بناقته هشيسي هشي قال لك وهيد بو ييري هادشي ون عفوا النبي ومركا هدي غير هادي ودي روايه ابو داود باك قر حسن يدو ثم دعا ببدنه غيري لحنا دوكا النبي ودي بو يها لكينو فاشعرها مركا سو هلاكي
ثم دعا بناقتها شي سبر هلا كينا فاشعر مركز هلاكي في صفحة سنامها الأيمن كروس كيدا مدك باب عيسى كروس كيدا مدك باب عيسى من عيسى يوكا هلاكي رواية أبو داود ترمذي وحي لح بقولي سقال بقولي لح وحي أيدو وأشعر الهدية في الشق الأيمن وأشعر الهدية في الشق الأيمن وصلت الدم وصلت الدم وحي مرديي دي جيب النبي وفرتي سكتري صلتك ومرك حيرة عنت مرزو أما أد مرديسو وحاترتا ليلة صل صلاة ليلة أسألك سن صلتك والقطع نبي وفرتي سبارة كيزيد يمرك هلاكي ودلع شيء كرسك ببعيس يفرتي سكتري وصلت ومودية أما مرديي أما تري الدم دي يقول قلي وقلدها وحرها شيء نعل نعلي لوكبوت لوكبوت بكل الهديي كورت مشيدي يا كبل لو سرايا جاري خنا با كور يا كبل لو سرايا waxa lagu garanaya inay tahay neef hadiya oo loo wado baytulil haram oo ninki ayadoo baadi arkay inuu soo celiyo laga doonayo thumma inta kadib rakibu nabu wuxuu koray raaxidatu gaadiidku watay buu koray hashi kale uu koray geelan la halaakeen ayo waa geeli hadiga ah nabu u waday tan kale uu koray waa hashi gaadiidka ay waga la duwan yiin فلما استوت رواية أبو داود بكر حسين وصلت دم بيده بيده نبي قاعد في كتره صدرت يد حولها حد كودي عنه نعفستان دي قدوة طاهر دي قارقة لؤذة قيلة وقارنا كلي حلاشة دي قدوة طاهر نبي محمد في كتره ياش دي قيدي قاعد في بركة سنين رواية كلي وصلت دم عنها بأصبعه gacanta dhiiggu wuxuu kaga tiray nabigu farihiisii barakaysnaaba ku tiray iska ogaada hawsha nijaasi iyo xumaan nabi maxamed ba ummadda ugu fogaa wax ka asaga axadka uga fogaa ma jiro falama istawad markay ekaatay bihi nabiga hashay leekaatay cayl baydaay meeshii bidadeed ka dambaysay dal xuleefa ka dambaysay xagga maka xigtay in badan ma soo sheegay hadii waa meel yar taago oo markaa xuleefa laga baxo xagga makan la soo aada aad marayso أهل بالحج حجك بنبغى كذا واقعي قرآن بنبغى صوحي لي مر والبوش إلى استتمامل كنبورة وكرب النبي وا وكذا واقعي التلبية ذا يذا حكم كحديث الغش يجي وحكم أصلا عند أهل العلم وأه إشعارك تقليدك أسوه مرا ملا تقليدك مرا ملا قيل يلا يأر كل والله من هوش يذا كب إيو وحير لغة ترئي وقنت الله وعارج هذه هاي نبغى سوى مدينة شوى أون عمر سنين أون حجين يحو أري بلان قدر مدينة سلو قرعه مكة هديا سوى هديا بالغ الكعبة عايشة حديثة كوكر ميسا أظهر هل كان شوى أنت العق ديرته يا دي وليش جامعة لها ديكتير صومالية المسلمين تكلم العق تقاض أو حول هديا كوكر أو كوكر عبيت كلام مساكين تسي صومالي ما تقنع لكن ما لنكم ديك هذا هو واجبه ما بقولك هذا طوران طيب مساكين تي دنيرتا هلي بان هلي كرير هم مكان المصدق عوني أو باهن أذون وعبادة إلى هذا قد واتي طيب يا وردو بيهين يا وقود درني شهر جاد عوني هم مكان مساكين بمالها ما هي مساكين دمالها يوي مساكين يا وو باهي بضري طيب دي بمالها وحدثنا محمد مثنى عفوا حكم تقليد كاسوغ مرا ملها وحال اسكو خلافي اشعارك ابو حنيفه يا شيخ ابراهيم النخعي يا وحيد هنا الاشعار وبدعه لانه مثله انجيري كرسك ببعيسي لغا دلاعش او لودي ميلها مرقصار كما سيمها دنبا لغا دلاعش اما ارغي لا دلاعش لا اشعار في الغنم وسوق اجماعا اوغادا حلها لكن هو جيل إشكين كوي إشكين كوي والله يجيل أما أروه سكين بما أبوه دكاسو ثور ثور ما هاي ما هذا سواري أري لقي ديشي ما هذا سواري ما أسوه إشعارك وعاز جيل جيل يلا ذاك كليه تغليد كل لكن ودليه وهو ذاك أبو حنيفة إبراهيم نقل وحيد هن إن نفك جيل هاي هدي جيل ودليل لقي ديشيو ومثل هن وصورة بدليل وبدع ما بنار أبو حنيفة وحلا يا أبو لبيس أرضي بالله يا أبو يوسف القاضي محمد حسن الشيبان وحيد أنكم مرة عكر مدا يدا وكل أحدين وحيد سنة النبي وطريق المسلمين ومذهب الصحابة والتابعين
أدي ولاد كان إبراهيم النقع ولكن يكون مجرى وقتك محال مثل كذي جم مصرين كان يركا إيدي جي اللي قدي جي بسر يا يا مثل محال بدلي نيف جي لأمريكا داون سود هلاكية دلع يما سودين كدون تكدولي دي كنو جما سودين كم مضانها إيه دبشيت ككلا دالي سنتم معها آدمها سودين كتوبة يا مضلان دالي دي كقدرت شما سودين كجذب معها محال مثل يعني روح مكتم ما انكر لك قال هاي ملك الوالد هاي وحكون أسوق السمين هاي اللقو منت هاي يوحير قنصنا يا دين لانك دقا هاي مركو تأويل فاسد أكو قالو إسكا إلالية حولها والا قباء والا سنتا أدامها والا طوباء والا دلاندلاء والا قداء حبن كي لكروي والا قوية وحاسو دوان محاي ووحان لقلب لو أركي نوي تنوى محاي وآستان لقو قرنوي جيل لقو قرنوي أستان نبر سيوي نمي هي ووحي النبي ديجي وكتري ديجي وفريس وكتري تريد النفق اللطيم من مهي سانتم بالجيحي ولا قد يجي سأسأله جيدا حدثنا محمد إذا مكو ورقض وور مخالف للسنة حقا اسكجي حدثنا محمد مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة من دعامة السدوسي في هذا الإسناد هذا نزمر إنها دي قتادة وكقد الحديث يكقد أنا عن أبي حسان الأعرج ثم هي عن ابن عباس بمعنى حديث شعب الشيغوي يعني هشام معاذ بن هشام أبيه وهشام ابن عبد الله الدستوائي فذكر وحوش هشام الدستوائي بمعنى حديث شعب الشيغو عن قتادة الكوري غير هذا يشاء أنه قال هشام وحوش لي مركو ورني إن النبي الله نبي إلهي لما أتى الحليفة مركو النبي قد تجد الحليفة ولم يقل هشام موسى أرنين صلى بها الظهر أنت أصوه هشام موسى شيغيني شعبا انت ورييو ابو داود مكحديث ورن حوري هذا من سنن اهل البصره الذي تفردوا به حديث حوري وا سنن الا تفردين ريب بصره سنن الاشعار كا ومن حديث ابن عباس ريب بصره لا تفردي ورنت يعتقد هذا بصري زوما يشام عيد كسي شعبي حدثنا محمد ثنا ابن بشار قال نثنى وحول حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج ما كتب وأنا مرة أبوه وأنا مغنيت بان في الآية نقل ذي هشام أصوغ هشام الدستوائي مركو حدك ورني حولي وكوري أن النبي الله لما أتى ذا الحليفة بكوري ولم يقل هشام مصر ورني صلى بها الظهر ذا الحليفون وضوه كتك شام موسى شيخنا شعبه وريب وكذا إمام كنت أقول سمعت أبا حسان الأعرج بان مغلي قال أسوغو يلي إذن هنا وحا كتر التصريح بالسماع والرواية كوران كتر قال رجل من بني الهجيم من هب الهجيمة هب الحارث يا لمن عباس حكو يلي ما هذه الفتية أي الإفتاء ما هذه الفتية فضوها محي تائب التي فضوها سو قد تشغفت أو تشغبت بالناس حرف فتوة يحكم كان يفتال من عباس وآض ودي محيطاي قد تشغفت الناس ضدك أي قلبك أوك شيء من الشغف ومنه قوله تعالى قد شغفها حبا أو تشغبت ومن الشغب بوق خلاف ويتفريق يعني روح مشاغب كمركب يشو برهم حاتر شغب بالليلة ده تشغبت هي تشغفت لبضابة وشك الراوي ومحاية تفضو داس ضدك كالجيسي أما ضدك فراه أقشي أما ضدك بوقي يجول أي قيلها كالجيسي فضو حيث أن من ضاف بالبيت فقد حل من عباس عيونك حج صوحر لي بيتك مكيمة اي طواف طواف القدوم وركز وحسكوب بدلي عمره عمره اسكوب بدلي أما قران صوحره أما حج إفراد صوحره وحادون صوح سميه مركز كعبضة تماده هاسكو دوافن بور دواف القدم هذا دوافته سي أوتوماتي وحادون قنيسة متمتع عمره وكاد اسكو بدل هيا عمره هو شيء لما يساني هدون وحادون قنيسة حاجي تمتع عن نقطة فقال ابن عباس وعلي مك سؤاشا ونك هب الهجم كوكوكوكوكي سنة نبيكم وإن زعمتم بور هاوش أيضا وسنة النبي إني ضدون تان بأس شيكتين وحدون تان أس شيكتين وحدون تان شيك بور وسنة النبي محمد
واسيغا دي هاد كسو الله صحابته ودن بنبي و بدلي متمتعين من كان ودين هدي ان ودين محيدون قرن وين رغمتم ها رغمتم باقف في عنب وين زعمتم بابا انو يا من اخريه وين رغمتم سن بوردو سن كي ناب بوردو يعني هذا دو تن فورتشوبوي هذا كنت دارا توي وسنة النبي محمد فيرا هاي دينكش افكر لك الله لو يا دو انت وحدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي حدثنا همام بن يحيى العودي عن قتاده بن دعابه السدوسي عن ابي حسان الاعرج واسمه عن سومر بن مسلم بن عبد الله قال وحولي وداد كاس قيل ابن عباس ابن عباس وحلول وداد كاس ان سومر بن الهجين بن الحارث بن ساكوير مقعيسان الله مشي ننكاس هيب بن الهجين وحلول ان هذا الامر امر كان اصقع وامحي وامر الافتاء وفتوى اضغطه قد تشفق قد تفشق بالناس ذاتك واكل جي تفشق وهم حيوا كثر فيهم فشقوا وحنا الفشق ونغانو كلوي وحملك استدها ثنيا الله الفشق مركوا واف عربي انه كير ان يرى الله انه ان هذا الامر فتوضا قد تشفق تفشق بالناس ذاتك وكل حبتي وانا ولا جاري قد كثر فيهم بين لمعاتي وانتشر فيه يقال تفشغ فيه الشيب ما كان عرض انت كوكو سبودو ان كوكو يعدو مدحو دنكو عدادو غركو كو عدادو دربا وحان لغافلين وبالغ وبدت يا لي هذا يا فشغ لي هذا محايتي مركه فضوضة امده كو دحبلاتي وحان سو مري ايدو من الشغف لغا كيناي وحان سو مري ايدو لغا كيناي من الشغب هذا محان مرينا من الفشغ بان مرينا انت با ويكون حبضاتي ويكي لقيزي فعلها يقوك شو ويش على ذي قيمنا ويعذر بيكون نقط واحد انت كوشي تنضبر وان كوشي معاني ذا لقوض معاني ذا فتوضو من طاف بالبيت فقد حل بيت انك قد وافة وحكو حلالو بيت بعمل عمره وي الطواف بالبيت عمره بيت كل قضاف هو عمره فقال ابن عباس وحوري واحد اظن شيء اما فرها يدين قشو اما شعلادة اما يدين كلاقيسو اما هاي نقول حبضاتي سنة نبيكم وي وان رغمتم افقوا العيد الله شاري هاي نقول ضاراتي وسنة النبي محمد حدثنا اسحام ابراهيم ابراهيم الحنظري ابن راهوي وذات كل يوم يمكن امام اهل خراسان وذكرنا اسحاق وبالمناسبه وذات كل اسحام ابراهيم ابو يعقوب ابن راهوي وحوقا طيف ابن عباس وفتوان جري نفس الشيء عرج نينكي سو حجية اما قران سو حدا اما تمتع سو حدا اما افراد سو حدا وان اسك سو هيا هذو كعبده يمادو قضا وافو حق انه سن هدي ودين هي عمره سو بدل وركيس عمل عمره لا قرب او ضوافي خلف مقام ابراهيم بلا برع كنت كاري كدمنا وصعيني وانا حلال وبي وانا امر وي اخبرنا محمد بن بكر الازدي أخبرنا من جرير عبد الملك أخبرنا عطاء بن رباح قال وحورك ابن عباس ابن عباس يقول وحورنتر لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج بينكم طواف حاجة إنما حاجة أهين با إلا هذا طوافه حل وحلال بيا بعام العمروي قلت لعطاء وحنكوري هذان هي ابن جريج من أين يقول ذلك إذا عطاء ابن عباس وعالم مجتهد وركن يا فتوى حقيبة كسوقات محور عسكرية هذا الكلام قال إنك عالم كا فتودي سي حكم كيس وينو ها مالو تيري مصدر أنا إيري ولو قالوا باي أنا إيري ولو قالوا باي وين لو تيري مسادر الشريعة هذا قال وحور عطاء من قول الله تعالى وكقات حكم كاس ثم محلها إلى البيت العتيق محلها إلى البيت العتيق جمهورها العلماء ايضا حكوفة سيرها هي انا ايو ليهين صحابية طيعين بضن كود ليهين يفقاه الصحابية دات كدن بيبا هدي با لقاها الله حولي هدي الى سوكي حي ميش اللي قوريعي محلها اي مكان نحريها ميش اللي قوريعي هو بيت الله الحرام ميل كورس اللي قوريعي كروه وين مكان لقيه حرام قطقان هدي عمرتها هنا مروا اللي قوريعي هدي حجيينا اللي قيه
منا يوم النحر لو قورعه هدي هدي الله صدر ويهينا الحرم المكي بل لو قورعه مجدنا لقى قورع ساسي علم كفاس سوي حوار حوله نك محله وام هاي إحرام ورن ماش لقى حلاله وقد وافوا بالبيت العتيق هكذا سوي كفاس راعي قال وحوري قلت وحان كوري قال وحوري نك ابن جريج قلت لعطاء وحان كوري فإن ذلك بعد المعرف فإن ذلك أرنك حول قورعة إن هدي لقورعة موحية لقورعة بعد المعرف أي بعد وقوف عرفة المعرف ووقوف عرفة ما كان عرفة يستكدب عرفة الصغارات كما نجوغني مزدلفة هبين كتمنات بها نبريني أرورتي طمنات نصوك الله هنا نصوك الله من إيا مكاية هو شودي مركاوي جبرة العقبة لطورن هيا نفكي بها لقورعة هيا كدبنا تمام الله حيران هيا صدق يسكو حيران أصلك هم الجمر العقبة الكبرى بأوه الرئيسة ذد حقا كو حقا حلقا قدام بيا كدبنا مكة الله إيمان ضواف الإفاضة الله إيمانية هم ضواف زي واحد تقاني فقال حوري عطاء أنا الشيخ يقول كي سيبان كوها يادو حاضن ضده كان ابن عباس يقول ابن عباس حوري انجري هو محلها البيت العتيق حلالوه وحاوي حلالوه هو حلالوه وحاوي بعد المعرف وقبله عرفه ارتد ولا حلالوه حلو حلو بي بالطواف بالبيت عرف كدم ولا حلالوه حلو حلو بالنحر الهدي مركين كان اصبح ابن جريج وكان ياخذ ذلك وحكى له كقا انجد ايات القران كدم وحكى له حجيس ابن عباس من امر النبي نبي امر كسب كقا انجري حين امرهم حلوا فريد صوبانه ان يحلوا اني حلالوبان في حجه الوداع حج كسبوت ما يكون حلالوب هيان بعمل عمره ان كان ودين هدي ابن عباس مرك لفعة توبينكم ما يوي هو شو يسوي رسالة ما باب التقصير في العمرة انت ويسو عضاتين كم ادر انت سمك قاري كارو هدي النبي كتابكم بريا ما يرد دينها يا حيوه بل اوير كاتش باب التقصير في العمرة التقصير ابواب النوع انا نوي قرطبي ودادها سائسكاله مسلم وين مقدمه قصه مري محو اسوق ليا كليه كتابته كتاب الحج بس واسوق مسلم وليه كذبنا وحي الله بريب وسيداي الى او كتاب الحج ضمان هاي وح باب اسوق مسلم مله لكن ابوابته حي اوغو قرين لابته اوغو جرا وحديث اسلو اسرائيل ساسو ترتيبني كتاب الحج مكو دمه كتاب النكاح بو قري وحي النكاح حديث كو يمد حسنا بو سيداي مركا واركاي ان ميش لو سو غابن كرو ابوابته مركا ولاده كو اجتهاد هاي حديث كان مركو حموقن يسوي انه دبس صدو حكم كهور ابن عباس ومد بدن كو خلافه اها بلا حجك بلا حجك نينك عمر صوحده كد ابن بيت الله ما ده عمره كو حلو بيا سو كلي اشهر الحج والعمره يسنكر روحنا متبطع بنقونيا لبدا مسلو كو دغالميا حديث كان و هو دبت توي هي اون إنه بنان تهاي بلا حد كإلا عمر يستو عمر إيو عثمان إيو معاوية رقدي دنا وكودي دنا وكرة دني هذا وحور رباين ورديو معاوية وردنا يا أوديدي إن بلا حد كإلا عمر يستو طيب مركب ما باب عصوبة قام حي وحود وصل أحاديثه هراء هاي إن الدين تهاي أو بنان تهاي أشهر الحج إلا عمر يستو إسنا هاي من أفجر الفجور في الأرض طيب حدد باب التقصير في العمر لكن هو هذا وحكف كأركي وننك عمر يستئن وتمها قابسون حيرم وباب يست مثلا لكن توي كبل أرنت حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشيم عفوا عن هشام بن حجير المكي عن طاووس بن كيسان قال حرقة بن عباس قال لمعاوية ابن أبي سفيان ابن عباس واجد محورنجري روحي أهري أمضى أكياني أميدا هذا بلا حتى جده ذا أمر لحظة والله عمر يسنكره معاوية هابوري maxay waa loo horeeyay laakiin suuqaabka soo ugu dagaalamay ama uu u fulin jiray dadkan ugu diidi jiray waxa uu caan ahaydo adkayd Uthman iyo Umar way ka hadlayeen hawsha laakiin sidoo Muawiya isku ugu dhibay isku maysan dhibin qali Muawiya wuxuu ugu yiri boodi markaan isku qabsanay baa xajka in la umraysan kan lama umraysan karo aalimta ma ogtahay ma ogaatay ibn Abbas anni anugu qasartu in aan gaab shay min ra'si rasuulillah nabi maxamed madaxiisa in aan timaha nabiga u gaabiyay في عمرته روايدي مركا بخاري عفوا في روايدي ابو داود عنده روايدي داود
أبو نعيم أوكوك أنا سوونا في معجم السحابة أما في معرة السحابة في عمرتي مركو حائس كلا أبو نعيم ملا أبو داود عفوا إذا وحوري عم وإلى مر ما يسأل ابن عباسو مواد أكتهاي إن أنا بقى أنو تما أجابيي مركو كحلو به عمرديس عند المروة بورت مروة أكتر أنا بقى تما أجابيي محل أجابي سي بمشقص عارض أما ليب أفكي مديل وحن فلارد أما ورنك عارضي زا مشقص كليل هذا مركا لواي سكين في عن ذلك السفر كإسقاء أما عيدا كسعود وحي وحي أركان بيكون حيران هيان تريد أن تطلب حاتم هلو بيكون حيران وحكا دي لواي دي لصوفي ضل الله شبصر هيا مركا مكا سكين في عن لواي أي النبي قلت حانتما هو قابي يموري فلارد أما قمون عاردي أما ورن عاردي أما ليب عاردي أفضل بانتما أقول شرعي مقادة الحيرة دا لبضا موين تماما كان لقابين أيقوح كستالبو شرعين كرا لقو قابين كرا إذن حولي هاي نبي محمد بان هيا وتما قابس فقلت له حانكو ريب نبي محمد باد عمرك حلالو باتما أقابس مروضو الشيطة أقابس ها هذا هو ما كل عمره سحقت ولا وقابس هذا مروا لوحيرتا أما لوقابس هذا ما إنك من الشوكتيد يوم النحرنا منا لوحيرتا حاجة ضي تاينا تموع لوقابس أما لوحيرن منا هذا عمره تاينا مروا قدام بيسهدي ما كانت صفقة باللود وريقة تضل حكود ما نهيا مروا حكود ما ني محاكو حيقة إن هذا ما لحد يبته وتموع لوقابي صوركوا سيدا ما طيب فقلت له حان معاوية كوري بوري لا أعلم هذا إلا حجة عليه هاوش هذا إيش يكتي هذا حجة كوكوطة أفكا ذي كي يرني أفكا ذي كي يرني بوري ها نبي محمد أنتو بيتك صغر الطواف حلال ومشك ده شيء ما دفت هذا يكون هاي ستابل سؤالي قال ما هان هي لما عمره يسنكره بلا حجك عمره ذا مركة عمره يتهيب على سكما دافي لأنه واحد أكتين عمر ذي حج كان لسعوت النبي حتى كم حلال به نبي قارن بوها قارن بوها هدي بو ذي مركو طوافي وحو حيري مثل محلال به وحاتمي سلقو حيري يوم النحر في منى أول بس حوي كو قيب سنتي ميس صبر عليه الصلاة والسلام أكتي أحاديث هو متواتر في الباب بنكم ميدك النبي قولي بنيك حيرة هاي كذي من أول قيب صدي بيحودي بي أول قيب صدي منو نبي أكو حيرت ما لينك أوضوا فينا نبي أكو قارن بو هاي محل على لو بنت منا مجاب سنة ما نحير عن عمر ديس أما ضاف القدوم كيس إذا محاية عمره أنا أقولي يا سيدنا معاوي نبي كان تما أوجاب شيء ليب عاردي أما ورن عاردي أما مضيل مضيل بنا أوجاب شيء عند المروة لا بنبدون ويا علماء عمرة القضاء عمرة دي حديبية كدن بيسي مركو النبي قيمة دي حلالو بهاي إنه تاي إيه عمرة الجعرانة تاي سنة كسيدة مركو النبي فرطي مكة وكي طايف آذي رياض ثقيف سو نقط كي النبي وكيسو عمرة يستهبين تو سو بحي يا إسلام مرك عمرة لما يسادنا جعرانة كلها بتكبائيتي سيئة سوق بريي لما دعون بيسورة قلي كرتا هدي لا يدا هذا واحد يبيع عمره يكدم بيسي وح إشكال كقولنا قصيدنا معاوية وحو إسلامي سيد مشهور كعانكا بعد فتح مكة بعد فتح مكة عمرة القضانة سنة كتضباط بيأي مرك ما سقو قال أون إسلامين ينبغ مدح أحيري سيس النبي أمني رابوس وليب النبي قالوا وقود الرابع هايني طا إشكال بكوقي منية هدي لي عمرة الحديبين كبس يفقب عمر عمرة الجعرانة سيدو واصورة قل تامرك إشكال خاسيين لكن عمرة الجعرانة وحوها أبو معاوية مسلم بوها اللي بعد فتح مكة هيدي جعرانة هيدي لكن سيد اللوجي مدة أيضا نبي هبيني مو صباحي هبيني مو عمرة ضم يستي كدي من الجعرانة وكلها بطي سيد أسوق حلبة بريون ملو بحن نبي جواب بسيء مرك الله بدأ عمر ما ينقون كرتها إشكال كور محك جواب حك جواب إنسان روايات عن سجنين ضعفنا كجرو فربضان بو حكوي مادن في كتب التوراة خاصة تاريخ دمشق حكوي مد أنا وحان إسلامي بين الحديبية وعمر وبين عمرة القضاء لكن آباه يريد أن كبقى هيو إسلام كي وان قرسنا يي وحان جانس الإسلام كان موجسته بعد فتح مكة رأي قاس مركة مشو سيدنا هنقوته وحاول سيدنا معاوية
وحكالبها لغوها يستي إنه النبي قو بينا بورتو لغو متهمين وحكو تهمين مجرو سياسات كيسي هوريسي لغو قبصدو ورق النقديين كميدا مسلمين تاما صحابة وكميدا وطارق باي كده حيسا حكم كي سياسات ولا فكو قبنكرا لكن الرواية عن رسول الله عيسى حفظه الشيخين إنه سنتوه مجرين معاوي مرة دي سيدات هاي من عباس بحتى وحو يستهوم شو سوري لا أعلم ما يقول هذا وركن هذا شكتي إلا حجة عليك إنه هذا قرق ويا أنا قرق ونقول ما هي معي إلي وحاد شيء هذا وحديد أنت هاي بلا حد كإن له عمر يستو ومتعة الحج بديد أنت هاي نعم نحن سمين وسوق ونسوي إذا هذا الوح حركات أدوك شيك تأماسي تلوح رأيه مركو حي أبدا أنت هنا قد يقول عمرة الجعرانة وهذا إشكال لاين أما عمرة القضاء والروايات قال لا عسك له لبلا نقال لي هذا هشام هشام بن حجير المكي حيوغو ضعف بالغو الشيقة ولذلك مسلم لم يروي له إلا حديثي حديث كان إيو حديث نقول إمان دون كتاب الأيمان باب الاستثناء قصة النبي الله سليمان ودي جرهاي هذان أتقو بغول كادومركا أو بغول ويلانان أو جهادان أو إن شاء الله ودي هواي كل بغول كنتني أفر بات كفيرين كرتا كل بغول كنتني أفر لابد حديث بوريه يمسن كورية في باب المتابعات لا في باب الأصول حديث كادمنا ومتابعه كان هو متابعه وحده بس عدا حديث من عباس بن نيد قصب سنيد أشهر الحج إن لعمر سنكري إن كالي بخارينا أصلا هل كحديث بكورية وحديث كقصب سن أيمان تكورية متابعة حديث مركو ولا تفرضي أما أصلا أي اعتمادان وهشام من حجر أي كورية نمتشره أيها مكان لقصوة لو لقصوة تقول ولا دهك على بدن قد نكون وايد ضعيف فيها أحمد حنبل وحوجيدي ليس بالقوي مركل ولا ودي وحوجيدي ليس بذاك مركل وحوجيدي مكي ضعيف الحديث ونرهم مكاء وحديث حديث ضعيف فيها ابن معين بل ودي فضعفه جدا وضعيف جدا بوري نكلو يحبس عيد القطان بل ودي أحاديثه استلاب الله صارور يضربوا على أحاديث وإحنا نقول ما يروح يكور ما هي أبو حاتم الرازي حلوى مكي يكتب حديثه ولا يحتج به حديث سواء لقر لكن الحجيسان ما هي رقم مركا أن تبر بضنين وكمدي عجلي ابن حبان أيا إطلاقي واثقي واثقه ابن حبان ومتساهل في التوثيق وأكته خاصة في طبقات التابعين وأتباع التابعين مكون مرأيه سيدو كالي عجلنا واسدو كالي أحمد عبد الله من العجل المصري وذات كل يدا هذا ابن معين يا مر لجوري يا أسوأ هذا ضعيفنا ينن كأنه يد صالح وحلو واحد باريا دين تيزا حلو إنك وأن خير بدن وأهله خيرة وعالمة وألي قان وعبادة بدن لكن حلو ليه ما حصص في عنه حفظ جسوا مواناك سنو نرجعت بنقول جيس وقيمة بدن الله يجعل لكم دين على ويكل دون تاي إلا أمانة حفظ هذه مسكح هذه إلا أمانة دين تاذا مركب وذات كيدي وضعيف جدا حقا إذا هو صالح محلقة وضع عدالة في دين تيس رأيكم محلو شرطية العدالة والضبط هذو عادلة وأهل خيرة وإلمد قوبة هيا ومخلها تقل هيا أي محلقة قادة نينين حديثك حرب مالك تضبات وذات ومسجدك النبي حفريه جري أهل خيرة أولياء إلهية وحن سوق قال حديثا لا قورنين حديث كحور ربا حين يأكل حين يأكل الربا حديث مذاكر حفظ قبشو بالربا وردي قرآن خص من واجوني يعيد هذا ويكل دويه ولكن نكاس ولا نكاس المهم حن لنا مسلم يا بخاري لو لقوم أيضا ينكره وحلوية قالنا أيكم منها جيلين الانتقاء من حديث الضعيف نك رواية ضعيف كا حديث كسنة كحشام أنت أجيهن إنه قبطي أما يكوك هنا في باب الشواهد والمتابعات يكوك هنا ونفس الشيء هو وحكوا عضيني لبدا حديث بمسلم حكوريا من طريق سبيل عيينة لبدا هو من طريق سبيل عيينة عن طاووس بن كيسان هشام بن حجير عن طاووس بن كيسان وحان كسر بن عيينة إنه يري نين كان هشام بن حجير كموري وحان أهين حديثا ملك الكوال انت وذلك الهيلي كرو كم الله حدو يري محقرها يا هذا أنت إنك أنا وحبك ما قاض وحمنا ما ويدي أنت عن روحك اللي هلا هي ما حد كوضع نفهم بقى يجي يسموه يعني نوح لقى قاتو ما حد كوضع
بحور بن عيينة وأصدق كسوغا لم نأخذ عن هشام بن حجير إلا ما لا نجده عند غيره إلا ما لا نجده عند غيره مركا ضد أرقة السنان ودبتها هشام بن حجير وحال حكمتها حديث كاسي إنه سنتبار بضنين أوي هاي حديث سفيان وكواي علماء كلاي شيوخ وكوري واي مركا عليه تعال حديث علاش نقول ما هي وحاوي من باب المتابعات وي. وحدثنا محمد حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك حدثني حسن بن مسلم بن يناق عن طاووس بن كيسان حسن مسلم متابعين يا اما دبت هشام بن حجير عن عباس رضي الله تعالى عنهما ان معاويه بن ابي سفيان اخبره وحوشي قال وحوري قصرت عن رسول الله رسولك لما تمها كقاب شيء بمشقص عارض امام الدير وهو على المروة أسوى مروض الشيء الشوقة أو رأيته من نبي كان أركي يقصر عنه أسوى تمه لقى قابين أيه بمشقص مديلة معارض وهو على المروة إذن تهدى ممرك رأيته يقصر أيضا وحي إشكالة كما إيمان أيه سوى قالوا أركي كرا كدن حديث وحورين أيه سوى مسلم سيد جون من مطعم إن بدن قبصتي حدثنا عبيد بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الله السامي حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن أبي النضرة واسمه المنذر بن مالك ابن قطعة العبد ابن قطعة نوال الأخرية عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله رسولك يا من الله صلى الله عليه وسلم نصرخ أنه كنا واقينا أما كنا قيلين بالحج حج صراخا قيلي نواق المستر إذا أكد بفعل معاتل هذين لا يحتمل إلا الحقيقة لما أولك مجاز ما إيمانكرو تأويل ما إيمانكرو إذن وحيدي وحن حج أهن مانا وذنين وكو عضني سحابي كدبنا نبقى حج محبوب بدلي عمره فلما قدمنا مكة مركا مكنمت أمرنا رسول الله حنا فري أن نجعلها عمرة حج كي إنان قد يقنوه عمره إلا من ساق الهدي نكي هدي سوك عيامي وإن توش كوشا قدي سحابي كوشا قدي جابري عائشي بن عباس بقى. فلما كان يوم التروية مالك سيدة مكي لقاري مالك عقنانتي بيها لدانسانة يمن الله هذا هي مكي لقاري وروحنا إلى منن وأردنا الرواح إلى منن ويدين بربنا نصوم الرأي أيضا الله إطلاقها أيه إذا دخل أحدكم مل هين مثكين هدوء الخلاء قالوا هدي الله قال ميه وامحي إذا أراد دخول الخلاء مثكين هدوء مساعد كقلها أيه إذا وإنت هذا نقلين بلقى لك بها فيريو وروحنا إلى منن وأردنا الرواح حقنا أن دونينا أعرونا أمان أكلهنا منه أهللنا وحان وحرنا بالحج حج بان وحرنا مركان يوم التروية اللي قاري حقنا أن وضمعنا من آدنه أيان نحج حرنا وسحابي كويري وحدثنا حجاج بن شاعر حجاج بن يوسف بن شاعر الثقفي قال حدثنا معل بن أسد بهز بن أسد بولاليه العمي حدثنا وهي بن خالد عن داود بن هند عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد أبي نضرة اللي بدأ سحابي وحديث كقاضنا إياه قال الله بدأ إمام محيدة هذه قدمنا مع النبي محمد بن الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ أنا وكو قيلنا بالحج حج صراخا رواق أنا كو رواقين تلبية لجيدة حدثني حامد بن عمر البكراوي ونسبة إلى أبي بكر النفع من الحادث بال يا أوقي سيسا دحاد أما أفراده محايا إلي وعرطي كفر عن تي عبيد الله بن أبي بكر كفر عن تمرك أوقي سيسا دحاد بال لو تيرنية حدثنا عبد الواحد بن زياد العبد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابن عبد الله بن شوقي فأتاه آت نبأ يمد فقال وحير إن ابن عباس جابر ابن عباس وابن الزبير يا عبد الله بن الزبير اختلفوا واسمان رافين في المتعتين لابد متعة إسكوهيستان متعة الحج إيو متعة النساء بإسكوهيستان واسمان رافين هذا لابد وحب النينجري ابن عباس لابد ابن عباس وحب النينجري طيب وكيما عبد الله واجد من توحنا قيل ابن عباس ومتعة النساء عرب وقاس صدي هذا أنك دليل وذاك دونته هذا أنا رايحك ودليل وذاك دونته فقال جابر وحور فعلناها مع رسول الله فعلناهما لبلا متعة وان صمينا مع رسول متعة النساء يوم خيبر بان صمينا متعة الحجنا يحج دودع بان صمينا رسول الله جرين كيس ثم نهانا عنهما عمر عمر بالبلا نودي واجدا فلم نعد لهم ما نكون نبر فلم نعد لهما ما نقول لابانين مد كوسا متعة الحج كوسا أفسن أيدوك ما نكون نقول صح معها وأنتم مركز جابر أجاب على غيابا بايو أسوق أمر كامل من تحجلي على غيابا لكن صحابه وكل لابتين صحاب عمران بكل لابتي سعد مقاس بكل لابتي علي بكل لابتي أصحاب تيزي عمر هوشة ولا جديد ابن عباس بكل لابتو النبي كجورنية
أما متعة النساء أيضاً منسوخ دليل كذن القرآن كعاد هاي يسون هذا إجماع المسلمين وينقاردنا إن شاء الله تعالى. طيب باب إهلال النبي هاي نجو الله سبحانه وتعالى عليه.